بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على اشرف الخلق وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اعزائنا المشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامجكم في مهب الريح نرحب معكم بضيفنا فضيلة الشيخ علاء عامر اهلا وسهلا فضيلة الشيخ عامر. اهلا وسهلا فضيلة الشيخ علاء أهلاً. تحدثنا في الحلقه السابقه عن شهوة القياده وقلنا ان خطرها عظيم وان تكون ذنبا في الحق لا. خيرا من ان تكون راسا في الباطل والبعض ربما قال يعني القضيه الان ليست في شهوه القياده وانما في مقدماتها لا. يعني ما الذي يدفعني انا كجندي ان اشتهي القياده انا ارى ان قائدي يعني يصدر اوامر لا تتماشى مع مع ما اراه انا صحيحا لا. يعني فانا ارى ان القضيه تكمن كيف يتعامل الجندي مع القائد؟ وكيف يستقبل امره؟ انا اتحدث هنا طلبه العلم مع العلماء، اتحدث هنا في الاحزاب مع من جاءت بهم الشورى على راس الاحزاب، في النقابات مع من جاءت بهم الشورى على راس النقابات، يعني انا اتحدث عن عن القياده كمفهوم عام، عن ال ال الابن داخل البيت، عن الزوج عن العمده عن العمده في العمدة البلد، في عن عمده البلد نا. يا أخي عن يعني عن اي قياده اتحدث نعم القضية ليست في ذلك وإنما القضية في أنني أتلقى أوامر من القائد أراها على غير صواب نعم. ماذا أفعل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا هذه الآن تصب في الإشكالية المعاصرة فعلا بعد الرغبة في القيادة وطلب القيادة وحب القيادة أني لو سلمت الآن لقائد ما كما ذكرت حضرتك في أي اتجاه من هذه نعم ثم أمرني بأمر م. أولًا ستجد من يقول أن هذا الأمر الأول لابد أن ننظره ونصححه. امم. طب إذا كنت أنت ستنظره وتصححه فما فائدة أنك سلمت لهذا بالقيادة؟ مم. يعني من ضمن تسليم القيادة أن تسلم لما يأمر إلا أن ترى كفرًا بواحًا بواحًا. امم. يعني عندكم فيه من الله برهان. آه كما جاء في صحيح مسلم إنما الطاعة في المعروف لو أمرني مخالفة ظاهرة جدًا لأتوقف ولكن إذا كان الكلام معروف أنه طاعة أو ربما يخفى عليه أحيانًا. <applause> يعني بعض الناس يكون قلت لك ينصب نفسه معالمه في المسألة هو لا علم عنده <applause> سل اسأل علماء تتبين أقول هل يتقدم الفرد هذا السؤال أنا أعيد عليه هل يتقدم الفرض إلى عمل بغير إذن قائدة هذه <applause> <applause> <ده يجب. تصفيق> إشكالية بقى آه دي مشكلة. أنت بتقول هو بيوجه لي أمر طب <applause> أنا أعمل ولا أعمل لا هذا الفرض هذا له من المبررات أنه يتقدم إلى عمل بدون إذن قائدة <applause> طب لا هناك ما هو أبعد من ذلك م. إذا طلب الإذن من قائده فمنعه نحن نقول له يا شيخ نعمل كذا يا رئيس نعمل كذا يا كذا كذا م. فأقول له هل يرى أحيانا وداقا يراه من قائده بطئا يراه تخاذلا عدم تقدير للموقف ولا يراه أناتا م. يعني أحيانا القيادات في بعض الأماكن يأمرني بأمر أنا لا أستسيره مم. دي حقيقة واردة معنا لا استسيغ هذه طبيعة البشر هذه الطبيعة هل عدم استساغته الامر هل عدم است... است... استساغته هذا الامر يدل على أمر الامر بذاته؟ مم. انا اذكر لك واقعيه هنا طريفه في التاريخ مم. في واقعة اليرموك واقعة اليرموك لما جاءها خالد جاء من العراق الى الشام وك... كما اذكر على ذكرتي كان يحضرها ابو سفيان خالد نصب الجند مم. واجلسهم جلسه معينه مم. وقال كل واحد يضع امامه درعه ورمحه في يده ولا يتحرك حتى يسمع مم. الامر تكبيرة الثالثه طيب هم جلوس هجم العدو كانت الحرب آه الان من آه. الاقدام آه. آه. نعم. هجموا يقوم يتحركوا لم يصدر خالد الامر مم. انا الان لو جندي في المعركه العدو قادم ماذا اصنع؟ هموت هموت, هموت. آه. اذا لابد ان انطلق اما مقدم اما فارا موليا ربما تكون حلقه لا اراديه الحركه لا اراديه آه. قالوا يا امير يا يعني يا امير يا ابا سليمان العدو لم يصدر الامر حتى اقتربوا اكثر اكثر خلاص خطوات ولم يصدر الامر حتى تقول حتى صاروا فوق اسنه الرماح فقال الله اكبر خرجت الرماح انتهى الأمر. كل رمح برجل مم. يا سلام على كل رمح برجل صاروا فوق اسنه مم. يعني خطوه خطوتين كبر التكبير المقصوده قاموا كل رمح قام برجل ليس كل القادة كخالد يا فضيلة الشيخ أنا أؤكد على هذا المعنى معك ولكن أنا أتكلم عن يعني إذا ليس كل القياديين كخالد ولكن أيضا ليس كل من قاده خالد كمثلنا نعم ولكن أنا أتكلم عن المعنى انظر نعم. إلى السمع نعم. انظر إلى الاتباع تقدير أي واحد فينا سهل سنموت ولكن القاضي القائد له تقدير آخر له تقدير آخر يراه طب اسمح لي أنا لي ل... تحضرني هنا قصة نعم في 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 غزوه الخندق نعم. حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من احد الصحابه ولعله حذيفه رضى الله عليه نعم. قم حذيفه فقام حذيفه لياتي بخبر القوم نعم. اوصاه النبي بوصيه نعم. لا تحدث فيهم امرا نعم. حتى ترجع اليه نعم. كان حذيفه في الظلام وابو سفيان في النور نعم. وهو راس الكفر نعم. وقتها رضي الله عنه وكان ميسورا جدا على حذيفه ان يقتله نعم. كان هذا مغنم كبير نعم واخرج الـ الـ السهمه ولكنه تذكر ما قاله رسول الله وصية صلى الله عليه وسلم فعاد ولم يقتل أبا سفيان وتبين بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يرى بنور الله وأسلم أبو سفيان فيما بعد نعم. يعني أنا أقول أنه ربما الجندي لا يستسيغ الأمر القائد لا يقدر الموقف أنا في يدي غم نعم. ربما سيحدث للمجموعة للحزب للنقابة لكذا، لكذا، للدعوة جراء عملي هذا نعم. لكنه لا يريد في نفس الواقع وقعت الأحزان جموع المشركين احاطوا المدينه من كل حدب وصوب نعم كادوا ان يهلكوا اهل المدينه نعم. حتى ان وقعت مفاوضات بينهم وبين مم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم فزاره وعرب نجد نعم. على ان يتركوا اهل مكه وينصرفوا حتى وصلت المفاوضات اليه الى ثلث ثمار المدينه ثلث ثمار المدينه اراد ان يجمع مم. الانصار وسالهم في ذلك قال والله يا رسول الله ما أخذوها منا في جاهلية ولا إسلام مم. إلا واحدة من اثنين إلا بيعا وشراء أو رفاذ ضياف ضياف لن ينالوها منا إيه اللي فعل صلى الله عليه وسلم ابتسم مم. كانوا عند حسن الظن نعم هو أراد أن يختبر مدى القومة الثبات والجنة ولكن طب المفاوضات لو أنا موجود ده هذا يعني هذا رجوع القائد له بصيرة غيري القائد فوق يطلع على الجميع انا اطلع على ايه انا محاولي نعم انا ارجع بك اخي الكلمة الى ان يعني لو احنا ربطنا استجابه الجنديه بمفهوم الجندي دون القائد خلاص كل جندي ليش لحاله تفترت الجيوش صارت كما قلت جموع صفريه مم. جموع لا قيمه لها لابد هنا من انتباه ان هذا الفهم السيء انما هو طريقه فتنه طريقه فتنه يؤدي الى الوقيعة بين المسلمين وتفتت الدعوه وتفتت رجالها اسم هذا الاثر اثر, أثر جميل جدا وهذا منقول عن نافع مولى بن عمر سئل هل يحمل الرجل اذا كان في الكتيبه بغير اذن امامه في الكتيبة. نشرح يعني يحمل ويعني ايه الكتيبه اه كتيبه مجموعه من الرجال القاتلين اتفقوا ان يكون قائدا فلان او عينه الامير العام القائد فلان وهل يحمل يعني يحمل ينطلق يقاتل ايوه نعم ينطلق هل يحمل ينطلق يقاتل يعني انا الان احارب عدو نعم وانا الان في خندق نعم متواريين نعم والعدو رايته بعيني مم. لو اطلقت اقتله مم. هل اقتله الامير يقول لا, لا تفعل مم. طب احمل عليه بغير اذن الامام ولا اسال الامام هذه مساله غايه في الدقه واتصل بنا الى ما نريد قال لا يحمل على الكتيبه الا بإذن إمامه. مم. الإمام نظرته إيه؟ أشمل. مم. العالم نظرته أوسع. مم. نظرته أدق. نظرته أفصح. هو يرى ما لا يراه الجندي. هو يرى الأمر من كل جهاته. شوف آه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات صلى الله عليه وسلم ولكنها رواية ضعيفة يعني. آه لما خرج يوم الهجرة ودخل غار ثور و جاء رجل من المشركين في روايه كده تقول ايه حتى وقف على باب الغار م. فبال على باب الغار م. بال على باب م. الغار, الغار. أه طب ممكن ابو بكر كان تصرف يتصرف قال يا رسول الله لو نظر تحت قدمي لرانا لرانا هذا مش هيبص مش هينظر من الذي منعه ان يطأطئ راسه انه الله انه الله م. هذا الجندي ابو بكر انا سلم في منتهى الطاعه طب ممكن اي نوع من الفزع كان م. ضرب هذا الرجل م. طب لو ضربه خلاص انكشف الامر انكشف مكان حصل انكشف الامر اقول القياده عاوزه فهم عاوزه دقه سئل الامام احمد عن الامام اذا غضب م. على الرجل م. الامام غضب على جندي خليك هذا كلام فقهي الان بيدخلنا فيما نريد م. اذا غضب على رجل احد المقاتلين فقال له اخرج عليك الا تصحبني لن تخرج معي في قتال فنادى النفير نفير العام نادى الامه الاسلاميه كلها هل يكون اذنا له ينادي النفير اذنا له في الخروج قال لا مم. انما قصده وحده مم. خصص فلا يصحبه خصصه بنهي حتى بناهي. قصده آه. بعينه اه خصصه بنهي يبقى لا لا لا, لا, لا يكون يخ... معه الا ب... بامر قال ده. فلا يصحبه حتى ياذن له تمام هذه قواعد فقهيه نستعملها وننزلها الواقع في في الان الان الامور في مصر 70 حزب 80 حزب ايه الموضوع ده؟ مم. تشتت رهيب ت... انفراد عجيب بالاراء يعني انا والله انا احتار حينما ارى هذا ايه الاعمال امسك عن كل هذا واسكت وانظر اموري ودروسي مع الطلبه ومع اخواني وكذا انتبه يا اخي انت تعمل في رهط كريم داعي الى الله فلا يغرك اجتهاد شخص فلربما كان خطا وكثيرا ما كان خطا يعني ساعات واحد فينا يعجبه اجتهاد فلان فيترك دعوته وعمله الذي أنطلق مع مين؟ يعني هؤلاء المتلونون المتغيرون من هنا لهنا 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 المتحولون المتحولون <applause> شيء عجيب والله يعني شيء عجيب واجتهدت في الغالب خطا يعني غير بينها هل لو قامت دوله الاسلام السابقه كل هذا فاقول لنفسي يا إخواني الانضباط 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 الالتزام بالدعوه الالتزام بالدعوه الالتزام بالدعوه الا الا حاله واحده انا انا ما الامير ما فيش امير ما فيش قياده خلاص نادى النفير اخرج ما فيش نفير اخرج ما فيش امارة مش موجود كما وقع فيما مضى معنا لمن لسلمة بن الاكوع نعم حينما أغار المشركون على لقاح النبي نعم. صلى الله, صلى الله عليه الله وسلم الله. ولم يكن غيره فقام خلفهم مسرعا وأخذ يرجوهم بالاحجار ويرميهم حتى جاءه الغوث من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو كان جيش المسلمين موجودا ما اذن لسلمة ان ينطلق هكذا لابد ان نعم. يأذن له مين الاسلام يربي يعني يربي تربيه عاليه يعني حتى في بدايه في بدايه العمل الجهادي مع كل هذا الذي تعرض له المسلمون في النهايه اذن للذين يقاتلون بان اذن تعبير القرآن فيه فيه دقه ويعلم الجماعه المسلمه التربيه ويربيها فضل الشيخ علاء يعني نكتفي بهذا القدر قبل هذا الفاصل ونستكمل بعده ان شاء الله فاصل قصير ونعود اليكم اعزائنا المشاهدين فانتظرونا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا اليكم اعزائنا المشاهدين مع فضيله الشيخ علاء عامر وكنا نتحدث عن يعني هذا التشرزم الذي اصاب وخلينا ننزل بقى الكلام على الواقع اصاب الـ الاسلاميين الان. التشرزم ده فيه ادعاءات كثيره منها أن أحدهم ربما نطق بكلام ظاهره حق، وهو يعني أداه اجتهاده إلى هذا، وترى له منطقاً وترى له يعني لباقة في في كلامه وحسن تقدير لبعض المواقف التي أخذ على أساسها قراره بالانفصال. وبأن يكون وحده وكأنه أصبح أمة واحدة. حتى ولو وراء اثنين ثلاثة كما حضرتك أشرت. فيعني هذا الحديث الذي يظهر منه أنه على حق هل يكون كافيا للحكم عليه بأنه على حق الحمد لله وصلى الله عليه وسلم السؤال هذا طبعا هو الذي سنجيب عنه إن شاء الله في هذه الدقائق لكن قبل أن نقف الإجابة لابد أن نضع مقدمة عشان كيف نرى هؤلاء الذين يجتهدون وربما فوت بهم بعض اثنين ثلاث، ثلاثة أربعة كما ذكرت نعم اجتهاد سلمة بن الأكوع في الانطلاق بمفرده خلف العدو نعم هل هذا الاجتهاد كان صوابا ام كان خطأ؟ المنطق يقول انه صواب؟ لا مش المنطق، ده المنطق وما هو أعلى من المنطق. نعم ما الذي أعلى من المنطق؟ مم. أنه حينما رجع سلمة وبالغوث الذي الله عليه وسلم اللقاح ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه، قال صلى الله عليه وسلم مزكيا لسلمة قال خير رجالتنا سلمة بن الأكوع. إذا صلى الله عليه وسلم زكى هذا؟ نعم هذا التصرف، زكى هذا الفعل. فأنا أقول لإخواني المتحمسين اللي بندفع خلف فتاوى تحتاج الى مراجعه والى دراسه تحتاج الى تامل الى فقه الى سؤال من هو اعلى من هو افهم اقول للمتحمسين المتحمسين انتظر ولك اجر رباط انت تريد ايام وذكر هذا لم اذكر يعني ايام افغانستان في الاولى كان كل يريد ان يروح إذا طبعاً, طبعا والبعض راح ما لا يصلح حياه الجبال احنا لم نتعلمها ما غير غيرنا فتريد استحضر النيه واجتهد واشتغل في بلدك ولك اجر مرابط ان شاء الله تبارك وكان الجهاد في افغانستان <applause> نعم وكان الجهاد كان في افغانستان فقط, فقط. نعم فكم من اسمع هذا فكم من طالب لاجر الزحف وقع في كمين نصبوه للسذج يا سلام نعم اه نعم. كم منهم صحيح يروح فجاه خلص في لحظه ماذا يعني فعل ماذا اسدى الاسلام ماذا افاد هل افاد المسلمين لا كان يضر هنا في بلادنا اهله يقولوا خرج ولم يعد و... ويبداوا يمنعوا اخوانه من ضبط الالتزام فنقول لاخواني الصبر الصبر يدخل هنا بقى فقه الموازنات وفقه المصالح والمفاسد و... وهذا الفقه لا يحكم به فرد لا 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 انما ينبغي ان يحكم به مجموع جماعه من العلماء تجمع على ان هذا الامر فيه صلاح لذلك اخي احنا نوصي دائما بالرجوع الى المجامع العلميه نعم كما يعني تعلمنا من مشايخنا فقه ايه الفتوى في مساله الطبقه نعم اتركها للعالم طب اذا كانت ثالثه امم اقوله عليك يا بلجنه الفتوى في الازهر اه ابعد عني <مم> ابعد عني صحيح ابعد عني اما اما ان انهدم البيت واما ان تعيش في حرام <مم> لماذا تعلق في رقبتي؟ ابعد عني هذه فتوى عامه في الامه ضع في رقبه العلماء الكبار ابعد انت فانا اقول يا اخواني يعني هذه مساله مهمه جدا في ضبط الجنديه مع القياده ولكن ما ذكرته حضرتك في مساله السؤال هل اقوال الحق الظاهره حق الظاهر الصادق هذا قدامنا هل مجرد القول او المقالة كاف لتزكيه القائل تماما؟ <مم> هل هو كاف لتزكية القائل؟ كم تكلم أهل الباطل بالحق لنصرة باطلهم؟ طبعا كثيرا كثيرا يستدلوا علينا بالقرآن يا أخي الكريم القناة الآن يستدلوا علينا بالقرآن يا أخي أتوا برجل شيوعي يشرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم هو شيوعي نعم, نعم. يشرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. والآخر يقول آه أن محمدا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا ريب في ذلك و... ولكنه لم يكن مصريا <applause> لو كان في قصورية مصريه مصري اه ايه ايه الكلام ده؟ مش مصري سعودي <applause> <applause> ولا كان في السعوديه ولا مصري يعني ف... ويستدلون انتبه يا كريم يست... شوف رحم الله عمر بن الخطاب حينما قال ان ضلال هذه الامه في ادلتها يا سلام في نعم. الأدلة نعم الدليل موجود هذا ياخذ يمين هذا ياخذ كل واحد يلونه زي ما عاوز طب انا مش حلوينه. انا مش هلونه ليس عصد... عندنا ضلال في المصدر لان المصدر لا. محفوظ المصدر محفوظ لكن في فهم المصدر فهم الدليل مم. كيف اتعامل مع الدليل علي رضي الله عنه يقول ايه؟ يقول وربما يصدق الكاذب صحيح عباره جميله جدا صحيح. ربما يصدق الكاذب يخرج علينا واحد من الكذابين هؤلاء يقول ايه؟ والله كذا وكذا وكذا وبعد مده كلامه صحيحا هل مجرد ان كلامه اصاب حقيقه صار هو من الصالحين مم. فنتبعه في كل ما يقول كذب المنجمون ولو صدفوا مطلقا لا نتبعه نحن نعرف نعم. العلماء المشايخ. نعم المشايخ المعول عليه ليس الكلام المعول عليه هو السلوك والتصرف حديث بوش بعد 11 سبتمبر كان قمة الصدق في اللهجة وفي التعبير عن يعني عن المصاب وعن وعن وهذا بوش الذي دمر الحضارة العراقية ودمر العالم وحينما جاءنا و... خليفته اه نعم نعم بارك آه. وتكلم في جماعه القرارة. قال السلام عليكم <applause> السلام عليكم وكله اعز جالس يقول آه. آه. هذا هو المخلص ده حسين بركه آه. بركه حسين مش بركه آه. امامه هذا اللي هياخده حيخل... وفي الاخر اذا حرب شعواء نعم. الكلام لا انا اقول المعول عليه لتزكيه الاقوال هو الاعمال هو العمل السلوك نعم. التصرف لنا في ذلك دليل رائع جدا كل يعرفه ليس خفي لكن احيانا يكون الاستدلال في نوع من الفطنه شويه كل العلماء والطرق يعرفون الحديث الصحيح صحيح البخاري صحيح قصه ابي هريره مع اللص الذي كان يسرق من الصدق فامسكه ابو هريره قال اللص دعني واعلمك كلمات ينفعك الله بها اللص شيخ معلم معلمك كلمات ينفعك الله بها لكن اتركني قال وما تقول وكانوا حريصين كان الصحابه حريصين على العلم عندك ايه؟ قال اذا اويت الى فراشك فقل الله لا اله الا الله لا اله الكرسي قال فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. سبحان الله يعني هو هو يعرف اللي يمنعه اللي يبعده هذه الايه اقرا الايه فقط. ابو هريره في اول خير القصه ذهب ناصر واخبره في امر كذا 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 كان عنده وحي طبعا لذلك. يعلم ان هذا شيطان قال صدقك وهو كذوب انه صدقك وهو كذوب كذوب آه. سبحان الله آه. قد يصدق الكاذب قد يصدق الكاذب نعم. لذلك في هناك اعجب من انه يصدق الكاذب لا قال تعلم من يخاطبك منذ ثلاث يا ابا هريره مين بيكلمك؟ قال لا بني ادم انسان ابدا قال ذاك شيطان م. سبحان الله شيطان الجن فما بالك بشيطان الانس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة شياطين الإنس في زماننا المعاصر أشد خطوره من شياطين الجن وأكثر علما بالصلاح والإصلاح يا ها؟ والله يا أخي الكريم ويغازلون الناس بهم تجلس إلى بعض تسمع كأنه يعني هو إمام المسلمين م? هو العالم الفذ للأسف إذا نظرت إلى أخلاقه وإلى سلوكياته شوف الأخ الحبيب حبيب لا يخدعنك بريق الحق على الإنسان الكذوب لا يخدعنك أنت عارفه أنه كذوب وعندنا القرآن يا مولانا وإن يقولوا تسمع لقولي ولا تعرفنهم في لحن القول ها. وأنا يعني قلت لك اللي... في عبارة سابقة قلت ماذا قال أنه في لحن القول لا قال بل في ظاهر القول في ظاهر القول في باطن القول نعم نعم حتى كل شيء كل هو واضح نعم. سلوكياته معلومة نعم فالعمل فأم... خير دليل وليس الكلام الله فأنت أخي المسلم أنت الفطن اللبيب الأقوال لا تكفي ما لم يصحب سلوك وعمل لا بد ان يصحب سلوك وعمل ها هو جني شيطان مم. فكيف بجني الانسان نعم. نعم. يعني معنى الكلام في جن بليس من مش انا اقول والله في جن مم. والله جن يجلس خلف الشاشات مم. حتى بقت الامور تجن تجن, تجن. <applause> <applause> وخير دليل على أنه, جني إن كلامهم يجن يعني <applause> <applause> يذهب العقل سبحان الله إذا وقع من أبناء الدعوة شعرة مم. هيجوا الدنيا طبعا وأقاموها ولم تقعد طبعا فإذا وقع من الآخرين جبال الفساد ستروا عليهم ولد هذه الأيام وقع له مشكلة مشهورة في الإعلام مم. الدنيا كلها تقوم وتقعد عليه طب وقتل آخرين بالعشرات و... يا فندم 28 حالة اغتصاب في ميدان التحرير 28 بهم بلاغات لدى النائب العام لم يحرك الإعلام عنهم شيئا واعتبر قضية المسحول هي قضية الكرامة الإنسانية ونحن مع أنها قضية كرامة يعني نحن نقر بهذا نعم. لأن الإسلام والدين الحنيفة والفطرة البشرية تأبى هذا لكن أين العدالة أين العدالة يعني تعلون ما تريدون وتخبئون ما ترونه في غير صالحكم لذلك أنا أعيد هذا العنوان والترجمة أن أقوال الحق الصادقة لا تكفي وحدها لا تكفي لتزكيه لا بد ان يوافق السلوك عمل مم. مم. العمل يوافق القول سلوك وعمل مم. ان وجد السلوك والقول سويا نحن الان في الطريق المستقيم وعلى الجده ان شاء الله تبارك وتعالى ونكون اجنادا لكل من يامرنا بالخير مم. لا اقول فقط <applause> للرؤساء والعلماء وللحكماء ولا القيادة لكل من يأمرنا بالخير نحن أجناد الله نعم ونقول له جزيت خير ووفقك الله وأصلحك الله أنت تخدم أم أم بك منها بكلمة واحدة كلمة حق ونحن من خلفك نسير إن شاء الله تبارك طيب يعني قبل أن نختم في مسألة التعامل الجنود مع القادة هناك أمر كيف يتعامل القائد مع الجندي يعني أنا حينما أقرأ كثيرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي الحباب في بدر أجد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي سلمان في أحلك الماء أجد النبي ينزل على رأي زوجته المرأة أم سلمة رضي نعم. الله عليها في صلح الحديبية أجد من النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات كثيرة تعطيك مثلا كيف يكون القائد ما احنا برضو مش عايزين نحمل على الجنود فقط نعم. يعني كيف يكون القائد معينا رحم الله رجلا اعان ولده على بره وانا اقول رحم الله قائدا نعم. اعان جنوده على طاعته نعم هي دي اخر الموازنه دي الموازنه نعم اذا كنا نطالب القائد بامر ونطالب الجند بامر لابد ان كل واحد في محله يقوم بما له عليه نعم ال ال القائد له ان يامر وله ان ينهي نعم ولكن له ان ينظر في حال اجناده وان يسمع منهم ويأمر وينهى يا مولانا نعم. بالقواعد ما في شك طبعا اه يعني ليس عندنا استبداد لا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع اهل بدر ليستشيرهم شف. وكان يجمع عمر وابا بكر انت ذكرت اخي الكريم ايه وانا قلت في رمضان انما الطاعة في المعروف نعم نعم ولكن اقول يسأل الاجناد نعم يسأل جندي. يسأل الجند يسمعهم ربما اخبره جندي بامر لا يعلمه القائد نعم ربما اتى باختراع يا نعم. في عندنا طاقات في الجيوش العربيه طاقة نعم. مهدره للاسف والله انا لا احب ان اذكر على احنا كنا في مكان ما اخي الكريم نعم وضعنا فيه لمده من أسف. والله راينا اخا كريما يجدد محرك لاحدى الطائرات يا سلام وبعلم المخابرات وعلم الدوله وهو في المعتقل للأسف كان شالوه من وحطوه في المعتقل ليه؟ طاقه بيحرك بيجدد محركات امريكا تعرض الملايين حتى تاخذ هذا الاختراع بدل ما الطياره بتمشي بسرعه 1000 كيلو في الساعه لا هو هيخلي تمشي مثلا في الساعه انا ازيدك من الشعر بيتا ولا بد ان نقول هذا على الشاشات نعم. يعني لماذا لا نخبئه انا ازيدك من الشعر بيتا هناك شاب استضفته في احد البرامج اخترع كاسحه الغام نعم كاسحه الغام تستطيع ان ان تقضي على الغام العالمين وهذه التي نعاني منها وتستصلح لنا اراضي كثيره الدوله كانت فيما مضى تحاربه وهدد من اجهزه امنيه بانه سيوضع خلف المعتقلات وستصنع له قضيه تجاره في في سلاح اعتبره سلاح يعني هناك خطه ممنهجه للقضاء على هذه النواب لكن انا اردت بهذه الـ الـ يعني الـ الاطلاله ان اقول انه كما ان هناك واجبات على الجندي هناك واجبات على القائد نقول هناك علاقه ثلاثيه نعم ثلاثيه ثلاثيه نعم الاولى ما يلزم قائدة ما له عليه نعم الثانيه للجندي ما له وما عليه عليه الثالثه الرابط بين الجندي والقائد او القائد والجندي طبيعه العلاقه علاقه منظمه نعم علاقه مرتبه اهمال الجنود تماما كده خرب وفساد نعم كما ان الامر يكون عليهم اجبارا دائما نعم خربوا وفساد نعم لابد نعم. ان نستنبط العزمات منهم نعم. ان نخرج منهم الجهد ان نخرج منهم الراي لهؤلاء الجنود هم الذين يجهزون القياده يا بعض نعم. كانوا في الجيوش او كانوا طلبه علم نعم. طلب العلم اليوم كما او كانوا كان. داخل الاحزاب شوف كما أو داخل النقابات سعد بن نعم سعد بن القاص وجلس يوم الكعبة وفرشوا له رضي الله فرش وجلس وكان قد طعن في السن فلما جاء الغلمان يلعبون حولهم اطفال مكه الصغار يلعبون وسعد شيخ كبير عجوز فقام احد الشباب كعادتي نحن العرب واخذ يبعد يطرد الاولاد بعيد مم. بعيد بعيد تعبوش الشيخ مش الشيخ والناس الكبار مم. فقال دعهم يا بني هم اطفال اليوم شيوخ الغد يا سلام لابد ان يجلسوا مع الكبار من الكبار فهم الصحابه سبحان الله هو ده الرابط ده الضابط سبحان الله, الله. وهو كبير يعطي دع لهم بحبوحه مم. بحبوحه يتعلموا منا يأخذوا عنا ويتلقوا مم. حتى اذا صاروا في هذا المحل كانوا اهلا ان يعطوا ايضا من بعدهم نفسه نسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة إلى هذه القيم الثابتة في الشريعة وأن يعلمها بأن الشريعة يعني جوهر أخلاق وقيم و... وتقاليد وأعراف إن التزم بها المجتمع صار من خير إلى خير بإذن الله عز وجل شكر الله لك فضل الشيخ علاء طبعا. نسأل الله أن يجعل هذه الكلمات وهذه الاوقات في موازين حسناتنا وحسناتكم وحسنات ساده المشاهدين، اعزائنا المشاهدين دمتم بكل خير، نسال الله العلي العظيم ان ينفعكم بما قلناه وان يغفر لنا تقصيرنا، نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.